واسع الجليل عزمه شرعه بين الجمة والوقرة وله الاعتدال الكامل في مفاسده واترفه والاستقامات الكاملة في معاسيه واوصافه لم يات بشر على مثل خلقه في محاسن نبري وسمعي ونطقي قد خلق الله على جمال صورة فيها جميع المحاسن وعليها مكسورة إذا تكلم نسر من المعارف والعلوم رفع كبيرا ولكم في جوامه الكريم ما جزى بالاتيان بمثل المساجع مساجع البلغاء من البشر تتنزه العيون في احائط محاسن الجمال فلا تجد مخلوقا في الوجود على لسان سيد بسيد بالكوية صور مسيوم ومسجد وينا ونعم الوفاء ما سواه من نسيم ولا غير وحي الوليدة تلغى النار رحمة كله واسم واسم ووقار وعصمة وحياة معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا فاد أن من ينقض من سباب فيفوت سريع المسي من غير خبابة فهو كنز مقلص الذي لا يأتي على فقبابة أوصى بالمفتاح والبدر القمة التي يعقد الأرباب إذا تخيلت وأوصى ماه العالى حبيب يغار البدر من حسن والجميل فحيرت الألباب به أولاد فماذا يعجز القمر يعجز الواسفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وفيها مشارك أو طبيب فهو يكمى ناسمه صلوات السلام للبدر بتمامه لم يوسف وعلى تفهم واسفين يوفي يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما جل قدر ربه وعصى فضله الامير اللهم صل وسلم وبارك على الله والتسليم ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الاخلاق بما تفيد عن كتابته بطون الاوراق كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا واولهم الى مكارم الاخلاق سبق اوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا لو الخلق جل ولفظ المحتوي على المعنى الجزا إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سنة أخلاق الهبة القوية التي تبعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشيطه تعطرت الطرق والمنازل وبعد ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكماليه
والمقل في قلبي والخلق جلس في خصوصية فما من خلق في البرية محضون إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمعت في وصف الحديث وشره وله العلا في مجد ومكاره أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعماله وقد انبسط القلم في تدمير ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المطرف من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأكرم السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرسول الكريم اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى عليه السلام نجد دوا حتى ساعه نبي حتى لو حاجه كفي اول دوا دينا نجد دوا كان اكثر من هذا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المعنى الى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولما ندم الفتوح عند راي اوصاف محمد توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث على سيدي مشكورا وقلبي محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي في توجهاتي حديثتي وسيلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافرا وعلى باب العزة تحج الرحال فتوسح منه البيوضة الوامرة نتوجه إليك بأطراف الواسع لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة متوضع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك السامرة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالصرف الأبهار في كل موضع من مواعد القرب ومدحار قاسر لإمدادك بعبادك وساكي كنوز إرشادك لأهلك ودادك سيد
الكونين وأسرى في الثقلين العبد المحبوب الحارس المحسوس من قبل أجل الحسائر اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضراتك وأهل حضرات اترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكانتنا بأين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتغلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من القادرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المعدين وليعدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصات فلا تغرنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستسلمين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبازر وغاله وظاهر وأما ببركته وشرفه من هذه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجل رعاية الدين القويم في جميع الأقدار منصورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها محمودا معنى وسهورا واقصد لهما قربة المقربين وابدي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين رب شر المعتدين والظالمين وصف العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بالتعليم من جندك ونصرك على المعادلين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن القصير من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحصين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والعطايا وأجلنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واهدر لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وأهل وعلى آل وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإلى هدية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمم وتنبرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمم وتنبرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمم وتنبرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمم وتنبرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمم وتنبرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمم وتنبرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمم وتنبرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم.